فرقه كبيره استاذ، فرقه بتلعب على المربع الذهبي. زميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي ومصور. نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سامي ومصور معانا طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، مباراه كانت غايه في الاهميه لان احنا عندنا مباراه الزمالك بعديها، والخوف على طول ان اللعيبه يكون فيه تفكير شويه في مباراه الزمالك، لكن واضح النهارده تركيز كان كبير، التحضير في فتره قليله كانت مهمه جدا. ببارك لك وببارك لكل لعيبه. تحية طبعا لكابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت مباراه عصيبه جدا، يعني صعوبتها طبعا المباراتين الاخفاقين اللي فاتوا، يعني كان مهم جدا ان انت ترجع تاني للانتصارات، واللعيبه كانت مضغوطه جدا الفتره اللي فاتت، وطبعا كل الناس عارفه الظروف ايه، يعني مش هنقعد نكررها كل مره يعني. لكن الحمد لله زي ما انت قلت، الحمد لله استعدينا كويس وقدرنا نفصل اللعيبه، والحمد لله اعتقد عدينا مباراه جيده واحرزنا 3 نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني تدينا دفعه كويسه وتدينا ثقه تاني للعيبه، ونقدر نساعد ان شاء الله المباراه الزمالك ان شاء الله. اللي جوه المطبخ مش شايف الضغط الكبير يا كابتن سامي؟ يوم تمرين سفر، يوم تمرين سفر، يمكن كل الناس عايزه اداء من النادي الاهلي، بس لكن احنا بنقول واقع مش مبررات يا كابتن سامي، لكن هو واقع، والواقع ده مأثر اكيد بشكل كبير على الجهاز الفني، مش عارف يعمل ريكفري للعيبه بشكل كبير، وعلى اللعيبه كمان مش قادره تاخد نفسها. الامر ده بتتعاملوا معاه ازاي في ظل الضغط ده الكبير ده؟ بص خليني اقول لك ان ده مش في مصر بس، يعني في كل الدوريات العالم. يعني بص حاله برشلونه وحاله ريال مدريد وحتى البايرن اللي كل الناس كانت بتضرب بيه المثل، نفس القصه في كل الفرق، باريس سان جيرمان، كل الفرق معرضه، حتى عندنا في الدوري. بص المنافسين بتاع بيراميدز والزمالك، فدي حاله واقع ما فيش حد يقدر يتجاهله يعني، لكن واقع، لكن خلاص بقى امر واقع لازم تتعامل معاه يعني. لكن احنا بنقول ان حاجات كتيره دي اول مره، اي مدرب في العالم عمره ما مرش بالمرحله دي، يعني اي حد عنده خبرات يقدر ينقلها لنا، دي حاجه كويسه ان احنا نتعلم منها. لكن اعتقد ما فيش مدرب في العالم مر بالمواقف اللي زي دي، اللي انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، بتلعب ضغط رهيب، ضغط عصبي، منافسين بيبقوا مريحين اكتر منك، حاجات كتيره جدا، اصابات بتحصل لك، فحاجات كتيره بتحصل، يعني انت بتحاول توجد لها حلول. زي النهارده نفس القصه، بتحاول تعمل روتيشن كويس، بتحاول تجهز لعيبه عشان عندك مباراه مهمه جدا، ان انت تدي الايمن دقايق عشان ماتش الزمالك وماتش سان داونز، فحاجات كتيره جدا احنا بنفكر فيها يعني. اوقات كتيره ساعات ربنا بيوفقنا فيها، وممكن في اوقات ما بيبقاش فيه توفيق يعني، لكن احنا عاوزين دايما، وكل مره بكرر ان اللعيبه دي محتاجه دعم. مهما يكون في اخفاق كلنا بنبقى مقدرين مشاعر جماهير النادي الاهلي، عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش متعودين على كده، لكن اللعيبه دول بشر، لازم مهم جدا اللي انت يعني تراعي الضغط اللي بيحصل دوت. يعني انا شفت تصريح من يومين للكابتن فهيم عمر، هو بيتكلم عن الحكام ان توالي الماتشات وضغط الماتشات مأثر عليهم وعلى قراراتهم، فما بالك في اللعيبه اللي بتعمل مجهود اكتر وعصبيه اكتر، وبيصمم اللي بتلعب على بطولات كبيره، وبتلعب تحمل مسؤوليه تيشيرت كبير زي تيشيرت النادي الاهلي، فاعتقد الامور دي صعبه يعني. لكن محتاجين من جمهور النادي الاهلي دايما الدعم، لان اللعيبه محتاجه كده فعلا. مش هقول لك المنظومه كلها، لكن اللعيبه اكتر ناس بتتاثر بالكلام دوت، لان هم يعني خلاص ما فيش حد دلوقتي بعيد عن كل حاجه بتحصل في الدنيا. السوشيال ميديا مسهله لكل حد، وما فيش حد يقدر يستغنى عنها. ما تقوليش لازم تفصل ولعيب، ما فيش حد بيقدر يستغنى عنها. احنا كل الناس كده، في ناس بتقدر تفصل شويه بس، لكن ما تقدرش تتغفلها يعني. فاتمنى ان شاء الله ان دايما الدعم من جمهور النادي الاهلي. اللعيبه ديت مش عاوزين نغفل حقها الفتره اللي فاتت دي كلها، والبطولات اللي عاملينها، لكن لازم تبقوا في ظهرنا، لازم تدعمهم اكتر. واعتقد ان النهارده الحمد لله بدايه كويسه، رجوعهم كويس، لعيبه بدانا الحمد لله، برضو اللعيبه المصابه ترجع لنا، ودي حاجه برضو من الحاجات الايجابيه ان احنا واحده واحده نكتمل ان شاء الله. النهارده ايمن رجع هو تاني الحمد لله، خد دقايق، بدر موجود، متولي ان شاء الله موجود، علي معلول ان شاء الله يرجع، جونيور يرجع، انت حمدي نفس القصه. لا لعيبه كتيره اعتقد لما ترجع هتاثر علينا وعلى شكلنا وعلى المنافسه. لكن النهارده برضو مش عاوزين نغفل اللعيبه، ادت مباراه كويسه، وحيد النهارده عامل مباراه كويسه جدا، ياسر، اليو، صلاح محسن عمل اداء كويس، مروان النهارده عمل شغل كويس جدا، فاعتقد الحمد لله برضو دي من الاجابات اللي عاوزين دايما نبني عليها يعني. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصن مدرب فريق النادي الاهلي. كلام مهم جدا يا كابتن ايمن، والحقيقه انا هاخد من كلام كابتن سامي المرحله اللي جايه محتاجه دعم ومسانده قويه جدا من جمهور النادي الاهلي. عندنا مباراه غايه في الاهميه امام فريق نادي الزمالك، ضغط كبير واجهاد كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني بيحاول يحضر للعيبه بدنيا وذهنيا وطبيا وفنيا، فمجهود كبير جدا على كل الجهاز الفني واللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله بالمسانده والدعم الكبير اللي متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل خطوه خطوه باذن الله، نقدر نتصدر بطوله
الدوري العام، ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. لكن في هذه اللحظات عوده الاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد.